السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الدكتور أحمد موسى الأعرج، مقيم أنباط باطني سنة أولى. اليوم راح نبدأ بمحاضرة مقاربة الألم البطني بإشراف الدكتور مصعب الإبراهيم، أخصائي باطني هضمي. يلا بسم الله. بداية مقدمة عن الألم البطني. الألم البطني هو من الشكايات الشائعة اللي تتوافد كثير للعيادات والاستقسام الطوارئ. منها حالات سليمة ما في حاجة استقصاء، ممكن تطمين المريض وإرساله للمنزل، وبعض الحالات بتكون شديدة وبحاجة لتقييم أوسع وتدبير سريع. في عندنا شكايات دائما بتكون مترافقة مع شكايات ألم بطني مع مترافقة مع أعراض خارج الباطن، فهاي لازم ندرس فيها وممكن تكون بتدل على أمراض أخرى. اليوم راح نناقش طبعا الألم البطني الرضي غير الرضي عفوا، والفيزيولوجيا المرضية ومقاربة المريض في قسم الإسعاف. الألم البطني دائما بيكون شكاية شائعة عند المرضى، قد تكون سليمة بديل لذاتها، يعني ممكن إنه ألم ما يستمر لوقت طويل وبدون دراسة أو بدون أي تدخل. طبعا الألم البطني مثله مثل أي ألم ثاني. راح نبدأ بقصة سريرية دقيقة مع المريض، فحص سريري جيد حتى نوصل لتشخيص تفريقي ونطلب الاستقصاءات اللازمة. ولازم التقييم يبدأ بتحديد مكان الألم، شدة الألم، صفاته وانتشاره والعوامل اللي بتزيده أو العوامل اللي بتخفف من الألم. طبعا هون عندنا مخطط للألم والاستجواب للألم المريض في قسم الطوارئ. نبدأ ببداية الألم، مكان الألم وانتشاره، صفات الألم. طبعا صفات الألم هاي نركز عليها لأنه كل ألم له نوع صفة معينة. العوامل اللي بتخفف الألم والعوامل اللي بتزيد الألم. الشدة مفهوم نسبي لأنه مو كل المرضى يعني بيعطينا نفس التقييم، فنحن بنسأل المريض دائما إنه ألمك من 10 شقد بتعطي؟ إذا سكننا مثلا وارتاح المريض شقد خف ألمك؟ القصة لازم نركز على السوابق المرضية عند المريض، السوابق الجراحية، العادات مثل الدخان أو الكحول، وإذا كان المريض عم بياخذ أدوية، إذا كان عنده مشاكل تحسسية. عند النساء لازم نسأل أول شيء عن موضوع الحمل والدورة الطمثية. الحساسية والنوعية بالقصة المرضية متفاوتة دائما. في بعض حالات بتكون القصة والفحص السريري نوعيته عالي، غالبا بتكون حادة مثل التهاب الزائد الدودي. غالبا بالقصة والفحص السريري ممكن نوصل لتشخيص الزائد الدودي دون الاستقصاءات أو مع الاستقصاءات. عندنا الفرق بين الألم المزمن والحاد، راح يكون متغير من حالة لأخرى، لأنه دائما الألم البطني الحاد بيكون سريع البدء، سريع البدء شديد، بينما الألم المزمن بيكون أقل حدة من الألم الحاد، سيره بطيء وممكن إنه ياخذ فترات هجوع وتتكرر الأعراض لاحقا على شكل هجمات. أحيانا في عندنا مرضى بيكون عندهم صار عندهم مرض مزمن، فدائما تتشكل عندهم هجمات حادة على أرضية مزمنة، فلازم نسأل هذا الشيء بالقصة السوابق المرضية. خاصة مرضى التهاب البنكرياس يكون دائما عنده هجمات حادة على الأرضية المزمنة، ومرضى القصور الكلوي. عفوا، هون في عندنا الألم تحت الحاد، هو ألم لا وصل لدرجة الحاد إنه بالشدة أو التوقيت، ولا وصل لدرجة المزمن، فهون يكون بين، فلازم توسع بدراسته شوي. هلا مقاربة الألم البطني. المقاربة بتشمل توصيف الألم، التوضع الألم وين؟
إمتى بدأ الألم وكيف يزيد، كيف النفس وشدته والعوامل المحرضة ومدة الألم، يعني إذا كان نوبي أو غير نوبي، انتشار الألم لوين بينتشر الألم، مثل الألم القولنجي المراري بينتشر للكتف الأيمن. هلا في عنا أمراض الكبد دائما بتتظاهر بألم بالمراق، والطرق الصفراوية بتتظاهر بألم بالمراق الأيمن. الألم منطقة الشرسوفية غالبا بيزيد على قرح حاضني، التهاب بنكرياس، وغالبا بينتشر للظهر. وطبعا هون لازم نحط ببالنا بالألم الشرسوفي موضوع الاحتشاء العضلي القلبي والأمراض القلبية. ألم في الخاصرة دائما بنشك بموضوع القولنج الكلوي. الزمن بيشمل بداية الألم، من أين بدأت الأعراض، المدة، قد ظلت النوبي، توقيت. ألم البنكرياس بيبدأ بشكل تدريجي، بينما الانتقاب الحشوي بيكون سريع التظاهر. التهاب البرتوان بيكون سريع جدا، لوصل لمستوى ألم شديد خلال فترة زمنية قصيرة. طبيعة الألم، هو علامة فارقة. الألم في التشخيص التفريقي، الألم الحارق أو العاصر يدل على القلس المريء المعدي غالبا في الألم الشرسوفي، والقرحة الهضمية، والمغص غالبا ما يترافق مع التهاب الأمعاء وانسداد الأمعاء. شدة الألم وتطورها طبعا بيتماشى مع بعض حالات، مثل الاحتشاء المساريقي والقولنج المراري بيكون ألم شديد وسريع. القصة السريرية سوابق المريض مهمة، مثل مريض داء السكري أو مريض معتمد على الستيرويدات ما راح يجانا مثل حالة مريض صحيح معافى ما عنده أي أمراض بنفس الألم. هذول دائما بيضيعونا بالتشخيص كونه بيخفوا شدة الألم عندهم. هلا ننتقل لمحرضات الألم مخففاته. هذا الشيء بيساعدنا كثير بحصر التشخيص التفريقي، مثل عندنا ألم الأقفال المساريق المزمن يبدأ عادة في غضون ساعة واحدة من تناول الطعام، لكن في ألام القرحة الاثنا عشرية يمكن تخفيفها عن طريق الطعام، وتتكرر بعد عدة ساعات من الألم بعد الوجبة. ترجع لنا نوبة الألم بعد ساعات من تناول الوجبة، وخاصة بتزيد بالجوع. ألم البنكرياس هو ألم شديد بيخف بالانحناء للأمام وبيزداد بالاستلقاء. كذلك ألم البرتوان يزداد بالاستلقاء على الظهر، عفوا يسبب يخف بالاستلقاء على الظهر دون حركة. معرفة أن ارتباط الألم بالطعام له فائدة في موضوع تقييم الألم. وفي عندنا أمراض سوء امتصاص، هي بتكون في عندنا حساسية لهاي المواد الطعامية فبتساوي لنا هذا الألم، فلازم نسأل المريض إذا هاي الأكلة بتزعجك أو هاي الأكلة كونها بتحوي على اللاكتوز أو الجلوتين في هذا الموضوع. وطبعا في عندنا أحيانا التسممات الغذائية، لازم نسأل عن موضوع الغذاء. هلا عندنا الأعراض المرافقة، الأعراض تحدث فيما يتعلق بالألم البطني قد تعطي معلومات هامة، مثل مريض تناول الطعام بعد الطعام صار عنده غثيان وأوكياء، إسهال، فهذا غالبا عنده صار تسمم غذائي. أعراض الجهاز الهضمي نسأل دائما يعني على الغثيان والأوكياء والإسهال والإمساك، إذا كان في تغوط مدمع أو البراز زشتي، والتغيرات في البراز مهمة جدا حتى نقيم الألم البطني. هلا هون عندنا بعض التشخيص التفريقي لبعض الأمراض منقولة بالطعام اللي هي بتساوي لنا تسمم غذائي. المأكولات البحرية دائما مترافقة مع الفيبرو سبيشيز والهيباتايتس A. البيض الني، بنفكر موضوع السالمونيلا، اللحم والدواجن، اللحوم والدواجن غير مطبوخة جيدا سالمونيلا كامبيلوباكتر، والسموم المحدثة بالشيجيلا.
أو المغطيات الحاطبي، حليب أو عصير غير مبستر مفكر بالسالمونيلا، الكامبيلوباكتر والسموم السموم ترجمتها كانت السموم الشيجيلا واليارسينيا الكولونية، الجبن الطري غير المبستر السالمونيلا كامبيلوباكتر، كذلك السموم المحدثة بالشيجيلا والليستيريا المستوحدة، السلع المعلبة مفكر دائما بالمطية الوشيقية. هو مقاربة إلى مريض إسهال، التقييم الأولي معرفة المدة وتكرار وصفات الألم في حال كان عندنا حرارة أو مخاط بالبراز أو ألم بطني أو ترافق بدم الإسهال بدم، بالإضافة إلى قصة تعرض لعامل مسبب المحتمل أو اختلاط مع مرضى عندهم هالأعراض أو هذا المرض. بنسأل أول شيء إذا كان المريض مقبول في المشفى لمدة 3 أيام أو لا. إذا كان الإجابة نعم، فبنعمل زرع جرثومة بروتيني، إرسال البراز لتحري المغطية الصعبة، تحري المسببات غير الحيوية، تدبير تخبري نحو المغطية الصعبة في حال شك سريري عالي. أما إذا كان المريض مو مقبول بالمشفى، نسأل هل الإسهال مدمر كان؟ إذا كان نعم، بنكمل معه هل كان موجود في منطقة متفشي فيها وباء أو اكتسبه؟ نعم، نسأل هل المرض شديد أو عرضي بشدة؟ إذا كان نعم، طبعا بدنا نعمل نرسل البراز لتحري زرع الجرثومة، تحري الإيكولاي إي أو 157H7 وسموم الشيجيلا، الكريات البيض نتحرى على الكريات البيض واللاكتوفيرين في البراز، اختبارات إضافية الاختلاط أو التعرض لمسببات المرضية. طبعا العلاج راح يكون تخبري بالصادات، تعويض شوارد، لوبراميد وبوز وأملاح البوزموت ساليسات في حال فشل العلاج المحافظ. إذا كان مو عرضي بشكل شديد راح نرسل كمان العينة للتحري سموم الإيكولاي وسموم الشيجيلا، كريات البيض نشوف كريات البيض بالبراز واللاكتوفيرين في البراز، اختبارات إضافية في الاختلاط والتعرض لمسببات المرض. كمان راح نعوض الشوارد، أملاح البوزموت فقط في حال فشل العلاج المحافظ، تجنب العلاج التخبري بالصادات والاعتماد على نتائج الزرع. هون إذا كان إن الإسهال مو منطقة وباء، لازم كمان نمشي بهاي الخطوة. نرجع لموضوع إذا كان الإسهال مو مدمر، هل لدى المريض ما يلي؟ مرض شديد، حرارة أكثر من 38.5، علامات نقص حجم، تجفاف، إسهال لين القوام أكثر من 6 مرات باليوم، هل هناك حاجة للقبول في المشفى؟ ألم بطني شديد؟ عندنا مرضى خطورة عالية، عمر فوق 70 سنة، أمراض قلبية مرافقة أو الإيدز. إذا كان الجواب لا، فلازم نرسل البراز للتحري الجرثومي وتحري أضداد الإيكولاي أو 157H7 وسموم الشيجيلا، كريات البيض واللكتوفيرين في البراز، اختبارات إضافية في الاختلاط والتعرض لمسببات مرضية. التدبير هو راح يكون تعويض السوائل والشوارد، لوبراميد وبوزموت أملاح البوزموت في حال فشل العلاج المحافظ. إذا كان لا نعم، أي من الموجودات التالية موجودة؟ عفوا هون نعم هون لا، لازم أي من الموجودات من التالي موجود؟ هل هناك داء معه التهابي، حمل، أعراض مستمرة لأكثر من أسبوع رغم العلاج المحافظ، الصحة العامية، هل الإسهال عند مقدم الرعاية أو عمال المطاعم؟ هاي بندقق عليها نوعا ما مشان موضوع العدوى. إذا كان نعم فلازم نرجع لنفس الخطوات، هي زرع الجرثومة، اختبارات إضافية للتعرض والاختلاط، التدبير الأولي بتعويض السوائل والشوارد، لوبراميد أو بوزموت ساليسات في حال فشل العلاج المحافظ، تجنب العلاج التخبري
بالصادات والاعتماد على نتائج الزرع. دائما عند عمال الصحة لازم نعتمد على نتائج الزرع وعلاج كامل عنه. اختبار طبعا إذا كان لا اختبارات البراز غير موجهة، التدبير يتضمن تعويض السوائل لبراميد أو أملاح البوسموت. هاي طبعا في مقاربة مريض الإسهال وعلاجه. هلا بالنسبة للأعراض المرافقة الأخرى، بالنسبة للمرضى يعانون من ألم في الربع العلوي الأيمن أو الانتباه لأمراض الكبد، نبحث عن اليرقان، نبحث تغيرات في لون البول والبراز، إذا كان في عنا الصلبي فيها لون يرقاني أو الجلد لون يرقاني. كذلك بدنا نبحث عن تغير في عادات الأمعاء، جزء مهم كثير في القصة بالأمراض في الألم البطني المزمن، في حين أن العديد من الآفات العضوية يمكن أن تؤدي إلى الإسهال المزمن. إن متلازمة القولون العصبي IBS غالبا ما تتظاهر مع تقلبات بين الإسهال والإمساك، وهو نمط أقل احتمال للإصابة بأمراض عضوية. أعراض مرافقة، بندور كمان بالأعراض البولية التناسلية عند مرضى يعانون من عسر البول وتكرار البيض الدموي أكثر آلام أسباب الآلام البطنية. الأعراض العامة قد تكون مثل الحمى والقشعريرة والتعب وفقد الوزن ونقص الشهية، موجهة نحو الإنتانات أو الخباثات. والأمراض الجهازية مثل الداء المعوي الالتهابي. الأعراض القلبية والرئوية دائما نتحرى، لأنه بعض الأحيان ذات الرئة القاعدية بتظهر بآلام بطني، والآلام احتشال العضلة القلبية السفلي كمان بتظهر بآلام شرسوفي. تشير أعراض مثل السعال والزل التنفسي والزل الجهدي والزل الضجيعي إلى أسباب رئوية أو قلبية، وقد يشير انخفاض الضغط الانتصابي إلى صدمة مبكرة أو يرتبط بقصور الغدة الكظرية. أسباب أخرى، عندنا مرضى الحماض الكيتوني دائما أغلب الأحيان بيجون على الإسعاف بأعراض هضمية أو أعراض ألم بطني، كذلك أعراض تبول العطاش. ويؤدي يجب سؤال المرضى الذي اشتبه بإصابتهم بمرض التهاب الأمعاء عن مظاهر خارج الأمعاء. في عندنا مرضى الداء المعوي الالتهابي دائما بيكون عنده مظاهر خارج المعوي خارج هضمه، فلازم دائما نسأله عنه. أهم المظاهر خارج الشائعة خارج الأمعاء في الداء المعوي الالتهابي هي التهاب بالجهاز الهيكلي العضلي، التهاب المفاصل، التهاب فقار لاصق، إصابة مفاصل معزول، اعتلال العظام الضخامة، التهاب السمحاق، هشاشة العظام، تنخر معمم، التهاب عضلات، تليم بالعظام. بالجلد والفم نشوف الآفات التقرحية والحمامة العقيدية والقرحات القلاعية والاندفاع الفويصلي البثري، التهاب الأوعية الدموية وانحلال البشرة الفقاعي المكتسب، آفات محددة، شقوق ونواسير، داء كرون الفموي، علامات نقص التغذية، التهاب الجلد المعوي، الفرفوريات بسبب نقص عامل الفيتامين سي والفيتامين كاف، البروتين سي عفوا والفيتامين كاف، التهاب اللسان بسبب عوز الفيتامينات ب، تساقط الأشعار وهشاشة الأظافر. وأحيانا بنشوف البهاق والصدافية والداء النشواني وانحلال البشرة الفقاعي. بالنسبة للكبد والأقنية الصفراوية، مضاعفات محددة مثل سرطان القناة الصفراوية، القناة الصغيرة وحصيات صفراوية، التهاب الكبد المزمن، النشط المناعي، والتهاب تليف الكبد والورم الحبيبومي في داء كرون. الإصابات العينية دائما نشوف التهاب القزحية، التهاب الأوعية الدموية، تصلب الشرايين، تقرحات القرنية، أمراض الأوعية في شبكية العين، التهاب العصب الخلف المقلي، اعتلال القرنية بداء كرون.
استقلابية بنشوف عندهم عند الأطفال والمراهقين تأخر بالنضج الجنسي، مظاهر خارج الأمعاء بتكون أقل شيوعا، هي أمراض الدم والأوعية، فقر الدم بسبب نقص الحديد أو الفوليك أو فيتامين بي 12 أو فقر الدم الانحلالي الذاتي، فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة، فرفورية نقص الصحيحات، زيادة عدد الكريات البيضاء، كثرة الصحيحات، والتهاب الوريد الخثري، والتهاب الشرايين وانسداد الشرايين، والتهاب الشرايين العقدي، التهاب الشرايين التكيس، والتهاب الأوعية الجلدية، والأجسام المضادة للكارديوبين وقصور الطحال. بالجهاز البولي التناسلي راح نشوف الحصيات البولية، خاصة حصيات الأوكسالات في أمراض اللثائفة. الامتداد موضعي إلى داء كرون يشمل الحالب أو المثانة، طبعا في حالة النواسير، والداء النشواني والسمية الكلوية المرتبطة بالأدوية نتيجة العلاج. تلف أنبوبة مع زيادة إفراز البول للأنزيمات المختلفة. العصبية 3% يصل من المرضى إلى أعراض عصبية، وقد يكون علاج المنشأ هذا الشيء، بما في ذلك الاعتلال العصبي المحيطي، اعتلال النخاع، اضطرابات الدهليز والورم الكاذب المخي والوهن العضلي الشديد واضطرابات دماغية وعائية، إصابة متساوية في التهاب الكورون التقرحي ومرض الكورون. تتظاهر هذه الاضطرابات بعد 5 إلى 6 سنوات من ظهور مرض الالتهاب الداء المعوي الالتهابي، وغالبا ما ترتبط بمظاهر خارج الأمعاء. أمراض الطرق الهوائية والبرانشيم الرئوي، التليف الرئوي، التهاب الأوعية، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الحنجرة والقصبات، مرض الرئة الخلالي، الساركوئيد. المظاهر القلبية بنشوف أن التهاب التامور، التهاب عضلي قلبي، والتهاب الشغاف، حصارات قلبية، هي أكثر شيوعا في التهاب القولون التقرحي منهم في الكرون. اعتلال العضلة القلبي، فشل القلب بسبب العلاج المضاد بسبب العلاج المضاد للعامل المنخر للورم. قد يحدث التهاب التامور أيضا في عند العلاج بسلفا سلازين أو 5-أمينو سلات. البنكرياس غالبا بيتظاهر بالتهاب بنكرياس حاد، أكثر شيوعا في داء كرون من التهاب الكرون التقرحي. تشمل عوامل الخطر العلاج ستيميركابتو بورين 5-أمينو سلسات مرضى كرون الاثنا عشرية. المناعة الذاتية، قد نشاهد الذئب الدوائية أمراض المناعة الذاتية الثانوية للعلاج بسبب العلاج بالعامل المضاد للورم المؤخر للورم ألفا، بتكون عندنا أضداد النواة إيجابية، ومظاهر جلدية وجهازية للذئب موجودة. بالأعراض المرافقة لازم نسأل الإناث دائما عن موضوع الطمث، موضوع الإصابات الأمراض التناسلية سواء كانت منقولة بالجنس أو غيرها، خاصة عن موضوع داء الحوض الالتهابي اللي هو مو شائع عندنا، شائع في بلاد الغرب. دائما نسأل عن قصة الطمث آخر دورة وفترة الحيض السابق وطول الدورة، وعن إذا كان عم يستخدم موانع حمل، وهل هناك عنده نزف نسائي أو مفرزات نسائية، عنده مشاكل أثناء الجماع أو عسر بالدورة الطمثية، لأنه هاي الأمور بتشير دائما لأمراض الحوض. السوابق الجراحية لازم نسأل عنها، لأنه غالبا أي سابق جراحي على البطن هو عامل مؤهل للانسداد. السوابق المرضية لازم نسأل عنها، أولا نعرف المريض عنده سوابق جراحية لأنه تحمل قصة عالية لمرض الانسداد. المرضى اللي عندهم سابق أمراض قلب أوعي أو عامل خطر متعدد للأمراض القلبية، غالبا إذا رجعونا بشكاية ألم شرسوها لازم نتحرى أول شيء لموضوع الاحتشال العضلة القلبية.
في عندنا أدوية، نسأل عن العوامل الدوائية، لأنه غالبا في أدوية متهمة بتكون بإحداث الإمساك، لازم نسأل عن قصة تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، لأنه معرضين للإصابة بالقرحات الهضمية واعتلال المعدي. المرضى اللي كانوا عم يتعالجوا بالمضادات الحيوية أو دخلوا المشفى معرضين للخطر من الإصابة المخطية العسيرة أو الصعبة. المرضى الذين يتناولون السيدات المزمنة معرضون للخطر الإصابة بإصابة قصور الغدة الكظرية، وكذلك بيعانوا من تثبيط مناعي مع ظهور أعراض غير نمطية للألم البطن، يعني ما بتظهر مثل للشخص السليم. هاي بعض الأدوية اللي بتسبب لنا أمساك: مضادات الكولينرجية، مضادات الهستامين، مضادات التشنج، مضادات الاكتئاب، مضادات الدهان. هذول مصنفات تحت مسكنات. العوامل المحتوية على الكاتيون هي مكملات الحديد، الألمنيوم، مضادات الحموضة، سكر الفات، أملاح الباريوم. العوامل النشطة عصبيا: الأفيونات، خفضات الضغط، حصيرات قنوات الكلس، حصيرات العقدي، قلويدات فينكا، مضادات ال 3-HT5. لازم نسأل كمان عن سوابق المريض، هل عنده إدمان كحول؟ لأنه دائما المدمنين كحول بيتظاهروا بالتهاب بنكرياس وأمراض كبد متعددة. السوابق العائلية مهمة جدا في موضوع الخباثات، قصة السفر إلى مناطق موبوءة كمان بتوجهنا كثير للتشخيص. هل المريض خالط أشخاص مصابين بأمراض معدية؟ مهنة المريض بتهمنا، سكن المريض بهم كمان، موضوع بعض الأمراض. الفحص السريري، أي مريض بيراجعنا سواء العيادة إلى العيادات أو قسم الطوارئ، لازم نبدأ ناخذ علامات الحيوية كاملة. وفحص البطن لدى جميع المرضى يعتمد على الفحوص السريرية الأخرى، تعتمد على القصة المرضية. يعني نحن جانا مريض بألم بطني، ما لازم نفحص البطن، لازم نوسع حسب شكاية المريض أو حسب الشك السريري لهذا المريض. المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يجب أن يخضعوا لفحص بدني شامل، لازم هذول ندقق بقصتهم كثير، نفحص المريض من رأسه حتى أخمص قدميه. مرضى عندهم علامات حيوية غير مستقرة، هذول لازم نوجههم مباشرة لقسم الطوارئ للتقييم بشكل عاجل والتدخل. ممكن يكون يحملوا خطر انتقاب قرحي أو أمراض تانية. دائما نسأل عن تغيرات الوزن المرضى اللي تمت رؤيتهم خلال زيارات متكررة، تقييم المرضى الذي يعانون من نقص أكسجين الدم من أجل المسببات الرئوية لألم بطني. الحرارة مؤشر قوي لعدوى إنتانية. هبوط ضغط الشرياني الانتصابي يدل على التجفاف أو علامة قصور الغدة الكظرية. فحص البطن يشمل الفحص السريري للبطن، فحص البطن التام اللي هو بالتأمل، مظهر البطن، هل هو بوجود ندبات بالعمل الجراحي، هل وجود آفات على الجلد، نواسير أو ما شابه ذلك. كذلك الإصغاء البطن والقرع والجس. بالنسبة للمرضى الذي يشتبه بإصابتهم بأمراض نفسية، بآلام نفسية في البطن، المهم إنه نحن نشتت لهم انتباههم من فحص البطن بشكل إنه ما يعطينا فحص خاطئ للبطن. التأمل العام يجب ملاحظة مظهر العام للمريض، لون الجلد والندبات الجراحية والكتل المتبارزة، انتباه إلى الوضعية اللي بيتخذها المريض. مرضى التهاب البريتوان دائما بياخذوا وضعية انه بيشدوا بطنهم كثير
مشان ما يلامس انسفاق أي شيء. المرضى الذي يعانون من القولنج الصفراء والكروية دائما بتكون متململ من الألم. مرضى التهاب الصفاق يزداد الألم سوءا عندما يبدأ الفحص، عند ملامسة يد الفاحص للبطن تزيد الألم عندهم. ننتبه على هذا الموضوع. الإصغاء، يجب إصغاء الأصوات لأصوات الأمعاء. غياب الأصوات يدل على الشلل المعوي أو العروس. أصوات غير طبيعية تنبئ بشكل كبير لانسداد الأمعاء الدقيقة، وخاصة في المرضى الذين يعانون من أمراض من ألم البطن الحادي. أصوات المعدة النشطة بشكل غير طبيعي وذات النغم العالي سمة من سمات انسداد الأمعاء المبكر، بينما يسمع احتكاكات خلف الأضلاع عند مريض مصاب باحتشاء الطحال. القرع، نبدأ بقرع لطيف بدلا من الجس. هاي ما فهمت الترجمة. مرضى التهاب البرتوان سيشعرون بألم مع قرع لطيف. يستخدم القرع لتحديد الاستسقاء والضخامات الكبد والطحال، ويشير التطبل إلى وجود غازات في الأمعاء، في حين أن الأصمية قد تشير إلى كتلي. التحول من الأصمية إلى الطبالية علامة موثوقة دقيقة لما كشف عن الاستسقاء. يعني إذا كان مريض قرعنا له وهو متفتح على ظهره، بعدين غيرنا له وضعيته وقرعنا اختلفت، فهذا يدل على موضوع استسقاء أو وجود حبل في البطن. الجس، دائما الجس لتقييم توتر جدار البطن والضخامات الحشوية مثل ضخامة الكبد أو ضخامة الطحال أو الكتل. نبدأ بفحص البطن بعيدا عن الألم دائما. الدفاع العضلي أو التقفع هو علامة مبكرة مهمة لالتهاب البرتوان. إذا جسينا ضخامة في بؤرة معينة من البطن، ممكن يكون هذا بؤرة التهابية في جانب واحد. التهاب الرتوج أو التهاب البرتوان بيكون منتشر. الألم بيكون الألم العميق غائب في التهاب بنكرياس والقولنج الكوعي. المضاد الراجع يدل على التهاب البرتوان. نبدأ دائما بالجس السطحي ثم ننتقل إلى الجس العميق. الجس السطحي له جس الضخامات أو الكتل الموجودة في جدار البطن. الجس العميق لجس إذا كان إحنا في ضخامات داخل البطن، ضخامات حشوية، ضخامات طحال أو كتل ضمن البطن. دائما في فحص البطن نبحث عن الفتوق، إصابة الأعصاب أو الفتوق في جدار البطن، ونبحث إذا كان هالألم على توزع جلدي محدد، على توزع عصبي محدد، فهذا يدل على إصابة بالحلق النطاقي أو انضغاط جذور عصبية. فحص المستقيم، أي مريض يعاني من آلام البطن لازم يخضع لفحص المستقيم. قد يكون بسبب انحشار البراز، وهو تفسير لعلامات وأعراض الانسداد عند كبار السن، في حين أن المضض عند فحص المستقيم عند مريض مصاب بالتهاب الزائد الجلدي خلف الأعور. مع ذلك، فإن بعض المرضى الذين يعانون من آلام موضعية في الجزء العلوي من البطن، على سبيل المثال الربع العلوي الأيمن أو المراق الأيمن، أو ألم في البطن، من المحتمل أن يكون سبب غير معدي أو معوي غير معدي مثل التهاب المثاني، قد لا يحتاجون إلى فحص مستقيم. فحص الحوض، يجب إجراء فحص الحوض عندما تكون أمراض الحوض في التشخيص التفريقي ما لم يكن لدى المرضى سبب آخر لألم البطن. الإناث المصابات بألم حاد أسفل البطن يجب إجراء فحص للحوض. هاي بعض أسباب الحوض. بعض الأسباب الأشعة أسباب أمراض الحوض هي عند النساء بتكون أسباب إنتانية، داء الحوض الالتهابي، التهاب بطانة الرحم، التهاب البوق، الخراج البوق المديضي، أمراض غير معدية أو غير إنتانية.
عسر الطمث، كيسات مبيض أو تمزق، كيس مبيض. في عنا ببطانة الرحم، عنا الورم الأملس الرحمي أو الورم الليفي، كان متحلل أم لا، أو العضال الغدة، ألم الإباضة في منتصف الدورة، انفتال ملحقات المبيض أو قناة فالوب، أو فرط الاستثارة. هذا طبعا بنشوفه عند النساء اللي بتاخذ محرضات إباضة، أو داء البطاني الهاجر لما بيكون في البوق، انتقاب الرحم، متلازمة أشرمان والأورام. هلا الحوض عند النساء الحوامل، بالثلث الأول في عندنا خطر الإجهاد، الحمل الهاجر، ورم دموي في الجسم الأصفر، إجهاض ناقص، إجهاض إنتاني، قيلي مستقيمي. في الثلث الثاني والثالث من الحمل بنشوف المخاض الباكر، التهاب المشيمي والسلع، انفصال المشيمي، الورم العضلي الأملس في الرحم، المضاعفات الطبية أثناء الحمل مثل التهاب الزائد الدودي، تمزق الرباط المدور بعد الولادة، التهاب بطانة الرحم، إنتان الجروح، آثار الأوردة المبيضية أو التهاب الوريد الخثري في الحوض. بالنسبة لأمراض اللي بنشوفها بالجهاز الهضمي بالحوض، هي غالبا التهاب الزائد الدودي، الكولون العصبي أحيانا بيظهر بألم بالحوض، التهاب الرتج، الداء المعوي الالتهابي، الإمساك أو انحشار السدادات البرازية، التهاب المعدة والأمعاء، التهاب العقد المساريقي، الالتصاقات، انتقاب حشا أجوف، انسداد الأمعاء، الفتق الغاص المختنق، تموت الأمعاء، داء مرض هيرشبرونج، الانغلاف المعوي والريتشيميا. كذلك في الجهاز البولي عندنا التهاب المثاني، التهاب الكلى والحويضة، متلازمة المثاني المؤلمة، حصى الكلى، احتباس البول، الورم الخبيث أو سرطان المثاني. الأوعية عندنا أمهات الدم، الشريان الأبهري أو التسلخ الأبهر البطني، الداء المنجلي، الهجمات المنجلي، التهاب الوريد الخثري في الحوض، آثار الأوردة المبيضية، متلازمة احتقان الحوض، جهاز الهيكلي، شد عضلي أو التواء، ورم دموي في جدار البطن، فتق إربي، كسر الحوض. الفحص السريري يجب التركيز، الفحص العام للجسم كامل، تبدأ بفحص العينين ونشوف إذا في عندنا رقم بالصلبي، لون الجلد، بهمنا عند مرضى آفات الكبدية. المرضى اللي عندهم أعراض رئوية لازم نجري إجراء اختبارات قلبية رئوية لنفي المرض الرئوي القلبي. مرضى الالتهاب الداء المعوي الالتهابي لازم نبحث عن إصابات خارج الأمعاء. طبعا الدراسات المخبرية والاستقصاءات غالبا بتكون حسب القصة السريرية، كان إيكو للبطن أو رنين مغناطيسي أو سي تي. طبعا كل ما إجت مرأة على الحمل بألم بطني لازم ننفي موضوع الحمل عندها. مقاربة الألم بطني هون تعتمد المقاربة على ما إذا كان الألم موضعا أم لا. طبعا هنا لما نسأل عن توضع الألم لازم نعرف إنه نحط ببالنا عدة تشخيص تفريقية للحالة، ونبدأ القصة والفحص السريري. بعض الحالات عندنا تحتاج لاستقصاءات فورية وإجراءات تداخلية فورية محدد. هي لما بيكون عندنا اضطرابات بالعلامات الحيوية، علامات التهاب بروتوان، سرطان البطن أو البطن الخشبي، المضاد الراجع، الإيلام بالجس السطحي، شك سريري بحالة مهددة للحياة، انثقاب قرحي، تمزق حمل هاجر، احتشاء مساريقي، احتشاء عضلي قلبي، لازم مباشرة هذول يتحولوا لقسم الطوارئ للتقييم السريع والإجراءات التداخلية السريعة.
في بعض الحالات لازم نسكن الألم، نسكن الألم مشان نقدر نكمل بعلاج قصتنا السريري وفحصنا ونحط تشخيصنا. بعض الحالات الخمجية تتطلب تدخل عاجل مثل التهاب الطرق الصفراوية الصاعد. بعض الحالات أقل حدة تتطلب تقييم بشكل أوسع، يعني فينا ناخذ وقتنا بدراستها بقسم الطوارئ أو بالعيادات. في الحالات غير الإسعافية يتم الاستقصاء حسب الأعراض والمرافقة والتوضع الآن. طبعا هاي مقاربة للألم البطني الحاد. عندنا ألم بطني، مريض راجعنا بألم بطني، هل هو مستقر هيموديناميكيا أو عنده علامات تخريج بريتوان؟ إذا كان الجواب نعم فلازم فلازم نحن نجري استقصاءات سريعة، إيكو بطن للبطن وحوض، صورة بطن واقفا، صورة صدر مع إظهار قبتي الحجاب، وظائف الكبد واللباز لنفي التهاب البنكرياس. إذا كان التصوير طبيعي ما في شيء، نطلب طبقة محوري أوعي للبطن، تشخيص مع احتشاء يكون موجه نحو الاحتشاء المساريقي. اللباز مرتفع أكثر من 3 أضعاف فهو التهاب بنكرياس. أن التحاليل الكبد مرتفعة فهي موجهة نحو التهاب الطرق الصفراوية أو التهاب مرارة. إيكو بطن غير طبيعي، عندنا سائل حر بالبطن فنتوجه نحو انتقاب حشى أجوف، تمزق حملة، تمزق أندم. تصوير بسيط غير طبيعي، انتقاب حشى أجوف، يكون عندنا هلال غازي، في عندنا سويات بالصورة فبيكون عندنا انسداد أمعاء. لا، الألم مو منتشر وموضع وحالة المريض مستقرة، نتجه نحو تشخيص تفريقي لكل جزء من البطن. بالربع العلوي، في عندنا ألم محدد بالربع العلوي، نعمل إيكو، في شيء بالإيكو ضخامة طحالية أو نقص تروي، علامات نقص تروي على الطحال، نطلب سي تي مع حقن أو إذا كان بيسمع ممكن نشخص تمزق أو تمدد بالطحال، ضخامة طحالية. ممكن تكون صورة الصدر توجهنا نحو ذات رئة قاعدية يسرى. بالربع العلوي الأيمن لازم نعمل خمائر كبدية، أميلاز، لباز. إذا كان الإيكو نورمال نتجه نحو قولنج صفراوي أو التهاب مرارة. الخمائر الكبدية والتحاليل الكبد مرتفعة فتوجهنا نحو التهاب الكبد، خراجات الكبد، التهاب الطرق الصفراوية. الأميلاز مرتفع، التهاب بنكرياس حاد. بالألم الشرسوفي لازم ننفي الألم القلبي، تخطيط قلب طبيعي، خمائر القلبية طبيعية، نتجه نحو نطلب الأميلاز واللباز، كان مرتفع أكثر من 3 أضعاف وجه الالتهاب بالبنكرياس. لا طبيعي، نتوجه نحو مشاكل المعدي، جزر المعدي المريئة، التهاب المعدي، داء القرح المعوي. الربع السفلي الأيسر الأيمن نطلب إيكو للبطن، سي تي مع حقن أو بدون حقن، أو سي تي للأوعية في حال الشك موضوع الاحتشاء المساريقي. أكثر شكاية هي التهاب الزائد الدودية بتكون موجودة عندنا، والحصيات البولية بهذا الربع. التهاب الزائد الدودية، التهاب العقد المساريقية، انتانات المجاري البولية، الحصيات البولية الحالبية، التهاب الرتوج أو ريتج ميكل، التهاب الكولون الأقفال الإنتاني، أمهات دم أبهرية، فتوق مختنقة، خراج الوسواس، التهاب اللفائف النهائي، داء كرون.
عند النساء لازم ناخذ بعين الاعتبار انه في عندنا مشاكل تناسليه، يعني مثل انفتال المبيض، تمزق كيس المبيض، التهاب داء الحوض الالتهابي، داء البطانة الهاجره، الم الاباضه، الحمل الهاجر، سواء كان بالربع السفلي الايمن او الايسر، نحطهم هذول بالنا عند النساء. بالربع السفلي الايسر كذلك امر ايكو مع سي تي مع حقن او سي تي للاوعيه، انتان المجاري البوليه، الحصيات البوليه، التهاب الرتوج السيني، التهاب الكولون الاقفاري انتاني، ام دم ابهريه، فتوق مختلطه، خراجه الوسواس. اذا كان عندنا الالم منتشر مع وجود اي من العلامات الحمراء التاليه، نقص وزن، اعراض بنيويه، قصه عائليه، داء معوي، التهاب، نزف هضمي، الم شديد، اذا كانت موجوده فلازم نستقصي اكثر موضوع الداء المعوي الالتهاب، الداء الزلاقي، الاحتشام المساريقي، التهاب الزائد الدودي المبكر، تسلخ الابهر ام الدم. لا، ما موجودة هاي العلامات الحمراء، من نشخص على تناثر الأمعاء الهيوجي، التهاب المعدة والأمعاء. هون عندنا أسباب غير هضمية للألم البطني، حمى البحر الأبيض المتوسط هي سبب مناعة ذاتي، الحماض الكيتوني السكري، البورفيريا، نوب فقر الدم المنجلي، تسمم بالرصاص، الملاريا، حلقان نطاق، المسكنات الأفيونية، النوبة الأديسونية، احتشاء القلب، الصم الرئوي، ذات الرئة القاعدية. طبعا هذول لازم نحطهم ببالنا. هلق الألم، ألم المراق الأيمن، ألم المراق الأيمن ينجم دائما عن أمراض الكبد والطرق الصفراوية، ويكون الانتشار للكتف الأيمن والظهر. يتأخر ظهور الألم الكبدي لأنه غالبا ينتج عن تمدد المحفظة الكبدية، لذلك في غالب الألم المراق الأيمن ناتج عن أمراض الطرق الصفراوية. بس جانا مريض بألم مراق أيمن لازم نحط ببالنا هذا الموضوع ونطلب له تحاليل سي بي سي، كرياتينين، يوريا، شوارد وسكر والخمائر الكبدية، الكلاين فوسفات والبيلروبين، بالإضافة إلى اللباز والأميلاز. في حال كان الشيء بيوجهنا لازم نعمل إجراء تصوير إيكوغرافي للكبد والطرق الصفراوية لتقييم سبب الألم. على هون عندنا الألم الناتج عن القنوات الصفراوية بالمراق الأيمن، القولنج الصفراوي، بالظاهر بانزعاج شديد وخفيف، يقع في منطقة المراق الأيمن أو المنطقة الشرسوفية، يترافق بالغثيان والإقياء والتعرق، استمر بشكل عام لمدة 30 دقيقة على الأقل، ويستقر في غضون ساعة واحدة من فحص البطن، وفحص البطن بيكون سليم. الوضع العام للمريض جيد. التهاب المرارة الحاد بتكون الفترة أطول من 4 إلى 6 ساعات، الألم في المراق الأيمن أو الشرسوف مع حرارة. عندهم هذول المرضى بيكون دفاع عضلي وعلامة مورفي بتكون إيجابية. التهاب الأقنية الصفراوية الحاد ثلاثي شاركوت، الحمى واليرقان والألم في المراق الأيمن، قد يكون له عرض غير نمطي عند كبار السن أو المرضى الذين يعانون من كتف مناعي، يعني ما بيراجعنا بنفس الأعراض اللي بيراجعنا فيها الشباب. مشكلة في معصرة أودي أو خلل في معصرة أودي، ألم المراق الأيمن مشابه لألام القناة الصفراوية الأخرى، ألم من نوع الصفراوي بدون أسباب واضحة. الكبد، التهاب الكبد الحاد، التهاب الكبد الحاد يعني
ايش صار معك يا دكتور احمد؟ بس خفف شوي. التهاب الكبد الحاد، مرضى بيراجعونها بألم بالمراق الأيمن مع بعض الأعراض مثل الحرارة، اللرقان، البول الداكن، والبراز الفاتح. مسببات متنوعة منها التهاب الكبد الوبائي، التهاب محيط الكبد، هذا طبعا بنشوفه غالبا عند النساء اللي بيكون عندها داء حوض التهابي قد ينتشر للكبد. حراجات الكبد هي أكثر شيوعا، حمى وألم بطني. متلازمة بود الشاري تشمل أعراض الحمى والانتفاخ البطن والآلام البطني، وضمي في الطرفين السفليين ونزيف في الجهاز الهضمي. أخثار وريد البابي تشمل أعراض ألم بطني وعسر في الهضم ونزيفة معوية. الألم الشرسوفي، الألم الشرسوفي أول شيء لازم نفي خطورة قلبية، بعد نفي احتشال العضلة القلبية نبدا بتحري امراض التهاب البنكرياس الحاد من خلال التقييم السريع والمخبري والتصوير الشعاعي، البحث عن امراض معديه من خلال قصه مرضيه مفصله واستقصاءات مناسبه. امراض الكبد والطرق الصفراويه قد تتظاهر بالم شرسوفي، لذلك لازم ما نهملها. عسر الهضم تتظاهر بالم شرسوفي وباعراض كالنفخه وحس امتلاء وحرقه خلف الفؤاد والغثيان والاغيان. الجدول الثاني سيعرض أهم مسببات الألم الشرسوفي، احتشال العضلة القلبية بأهمها، التهاب البنكرياس الحاد، التهاب البنكرياس المزمن، داء القرحة الهضمية، القلس المريء المعدة، التهاب المعدة أو اعتلال المعدة، عسر الهضم الوظيفي، خزل الأمعاء. الألم في المراق الأيسر، الألم في المراق الأيسر غالبا يكون ناجم عن ضخامة الطحال وأمراض موافقة، حيث التشخيص السريري يكون بجس ضخامة طحالي في المراق الأيسر قد تمتد إلى السرة باتجاه كفر حقوقي اليمنى كما في الضخامة العرضة. الاستقصاء المطلوب هون الإيكو والطبق المحوري من الاستقصاءات المهمة في ألم المراق الأيسر، وقد تتظاهر الضخامة الطحالي بألم شرسوفي. الضخامة الطحالية، ألم وانزعاج في المراق الأيسر، ألم الكتف الأيسر أو الشلل المبكر. الاحتشاء الطحالي، ألم شديد في المراق الأيسر. الحراجية الطحالية، ترفع حروري ومضغ في المراق الأيسر. تمزق الطحال، قد يشكو من ألم في المراق الأيسر أو جدار الصدر أو الكتف الأيسر، يزداد سوءا مع الشهيق. ألم أسفل البطن، ألم مترافق مع أمراض الجزء البعيد من الأمعاء والأعضاء الحوضية، أحياناً يكون منتشر ما إلى التراكيب البطن في الأعلى، منتشر من التراكيب الأعلى البطن أو الأعضاء أعلى البطن. تشخيص هذا الألم يحتاج إلى مقاربة دقيقة من حيث القصة والمدادات السريرية. عند الإناث دائماً لازم ننفي سبب الحمل. ونسأل موضوع اضطرابات أسباب حوضية أخرى، ونحط ببالنا اضطرابات طمثية، كيسات مبيض، حمل هاجر، اغتيال مبيض، داء بطاني هاجرة. تقييم أمراض الجهاز التناسلي البولي لكل مريض، ألم بطني مع أعراض بولية بإجراء تحاليل عامة وتحليل البول وإجراء إيكو للجهاز البولي، طبقي محوري في حال الشك بالفصيات. استقصاء تكون بناء على الموجودات السريرية والفحص السريري والأعراض المرافقة. بعض الحالات محددة لذاتها لا يمكن ويكون علاجها اعتمادا على شدة الأعراض. الألم البطني تحت الحاد مرافق مع إسهالات، نبحث عن أمراض الداء المعوي الالتهابي. أمراض ألم بطني حاد مع فقر دم بعوز الحديد عند مريض متقدم بالعمر مع نقص وزن، نبحث عن سرطان كولون. ألم أسفل البطن مع ارتفاع تعداد خلايا الدم البيضاء يوجه لالتهاب الرتوج. هاي بعض أسباب ألم الأسفل البطن، منها التهاب الزائد الدودي، التهاب الرتوج، الحصيات الكلوية، التهاب المثاني، الألم بيكون فوق العاني، التهاب الكلي والحويضة. دائما في ثلاثة ألم في الخاصرة، ترفع حروري وأعراض بولية سفلية. احتباس البول، نشوف كرة مثانية فوق العاني وقصة انقطاع بول. التهاب الكولون،
الإنتاني، ويكون العرض الإسهال هو العرض السائد لصاحب الألم البطنية. الألم البطني المنتشر ينتشر إلى جميع أجزاء البطن، أو ألم غير نوعي يشمل البطن ويكون من منشأ موضع يمتد إلى البطن. نستعرض الجدول التالي أهم أسباب انسداد الأمعاء اللي بتكون مترافق غالبا مع الغثيان والأقياء، وألم بطني ناقص والإمساك. انتقاب الجهاز الهضمي، يكون عندنا انتقاب حشائج جوف، ألم شديد في البطن خاصة بعد إجراءات رياضة. احتشاء المساريق، البداية الحادة والشديد لألم بطني منتشر ومستمر غالبا ما يوصف بأنه لا يتناسب مع الفحص. إقفار المساريق المزمن، الداء المعوي الالتهابي سواء كان كرون أو التهاب القولون التقرحي، التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، التهاب البرتوان الجرثومي العفوي، التهاب البرتوان المرتبط بغسيل الكلى عند مرضى الديال البرتواني، سرطان كولوني مستقيمة، الأورام ورم خبيث، مرضى اضطرابات الهضمية، الحماض الكيتوني، ألم منتشر ومترافق بغثيان وأقياء. لازم تحضر عن موضوع داء السكر عند هذا المرضى خاصة الشباب، قصور الغدة الكظرية، الأمراض المنقولة بالأغذية مثل التسممات الغذائية، متلازمة القولون العصبي، الإمساك، عتوج، عدم تحمل اللاكتوز. هذول لازم دائما نسأل القصة المرضية، لازم نتعرف عليهم المرضى هذول. مرضى التهاب الأمعاء أو التسمم الغذائي غالبا لا يحتاجون إلى استقصاء، فقط مراقب وعلاج عرضي. مرضى الألم البطني مع أعراض خارج الجهاز الهضمي مثل أعراض تنفسية علوية وتعب عام تقترح إصابة فيروسية. مريض لديه قصة اختلاط مع مرضى آخرين لإصابة فيروسية يحمل نفس الأعراض المخالطة غالبا ما يحمل نفس التشخيص. في هذه الحالة يعتمد على شدة الأعراض تكون محددة لنفسها وتحتاج لتطمين المريض أو علاج داعم. ألم بطني المرضى مع ألم بطني علوي منتشر غالبا ما يترافق مع أمراض الجنب أو الرئة، وتكون مترافقة مع أعراض تنفسية مثل السعال أو الزلة التنفسية. أمراض الفص السفلي من الرئة ذات الرئة والصم الرئوي أو انسباب الجنب الالتهابي مثل تقيح الجنب والاحتشاء الرئوي قد تتظاهر بألم بطني خاصة أنها تكون في القسم المجاور للبطن. يحتاج المرضى الألم البطني مع شكاية تنفسية لاستقصاء الجهاز التنفسي. صورة بسيطة للصدر أو طبقة محورية للصدر، وعند الشك بالصم الرئوي يجب إجراء طبقة لتقنية الصم واختبارات مخبرية مناسبة. تقييم المخبر الألم البطني المنتشر، شوارد الدم مع حساب الفجوي، سكر الدم، كرياتينين، البون، سيبسي، كالسيوم، أميلاز أو لباس، إناث في سن الإنجاب، اختبار الحمل عند المتقدمين بالعمر أو المخبطين مناعياً غالباً ما يراجع بقصة التهاب الطرق الصفراوية، يجب تحري الخمائل الكبدية والفوسفاتاز الكروية والبيلروبين. يجب نعتمد على الموجودات السريرية. ألم بطني مع حماض استقلابي وارتفاع السكر يقترح حماض كيتوني، يجب أن نفكر بإنتان بطني مرافق للمسبب للحماض. مريض يعاني من نقص صوديوم وفرط بوتاسيوم مع تعب غثيان وأقياء وأعراض هبوط ضغط، نفكر بقصور الكظر. فرط الكالسيوم يسبب ألم بطني بطريقة مباشرة أو كمسبب لالتهاب بنكرياس أو انسياب. مقاربة الألم البطني المزمن، الألم البطني المزمن من الشكايات شائعة، في أغلب الأحيان تكون تسبب مشاكل وظيفية. مثال الأشياء لها IBS، متلازمة الأمعاء الهيجي. المقاربة الأولية يجب التفريق بين الأمراض الوظيفية السليمة والأمراض العضوية. الأعراض التي تدل على أمراض عضوية تتضمن نقص الوزن، ترفع حراري، اضطرابات شاردية، نقص في الحجم، علامات وأعراض نزف هضمي، فقدان، سوء تغذية. استقصاءات عند مرضى الاضطرابات الوظيفية تكون سليمة.
التشخيص التفريقي لعسر الهضم الوظيفي. عسر الهضم الناتج عن أمراض هيكلية، مرض القرح الهضمي، جزر مرض الجزر المعدي، مرئي، ألم القناة الصفراوية، وأسباب كثيرة ما نطول فيها. استقصاءات مخبرية مطلوبة عند مريض لديه اضطرابات عضوية، هي السي بي سي، الشوارب، الكرياتينين، يوريا، سكر الدم، خمائل الكبد، الفوسفاتاز القلوية، البيلروبين، اللباز والأميلاز. ممكن نطلب حديد المصل واستعار الرابطة والفريتين، نطلب أنتي تي جي لنفي الداء الزلاقي. المقاربة تبنى على الموجودات السريرية والفحص السريري والنتائج المخبرية. كأمثلة، نتائج مخبرية تتوافق مع فقر دم بعوز الحديد يجب الشك بالداء الزلاقي أو الداء المعوي الالتهابي أو الخبثات. قصة مرضية لالتهاب بنكرياس متكرر أو تناول كحول بجرعة عالية يزيد الشك بالتهاب بنكرياس مزمن. يمكن الاعتماد على تحاليل الكالبروتين بالبراز، وذلك عند المرضى الذين شك بالاي بي دي من اجل معرفه المرضى المرشحين لاجراء تنظيف كولونات. احيانا يترافق قصور الدرق مع الم بطني على شكل امساك او عروس، لذلك يجب معايره تي سي اتش. هاي علامات الدرق، علامات إصابة بالدرق: تباطؤ عمليات الاستقلاب، تراكم مواد أخرى مثل ضعف السمع، ألم عضلة، كآبي، غازات طمث، ألم مفاصل، تأخر البلوغ. هاي كلها بنشوفها بنعرف قصور الدرق. مقاربة الألم البطن المزمن: في محصلة مريض شاب دون دلالات مرض عضوي يعالج عرضيا، تترك الاستقصاءات الغازية لأمراض محددة أو اختبارات المسحية. عند كبار السن فوق 50 سنة لا يشخص اضطراب وظيفي إلا بعد نفي الأسباب العضوية، لأنها تحمل خطورة عالية للخبثات وتحتاج لاستقصاءات موجهة حسب الأعراض والفحص السريري. بعض الأحيان يراجع المرضى بأعراض مشابهة لمرض عضوي، لكنه من الصعب تشخيص هذا الاضطراب حتى بوجود قصة مرضية واضطرابات بالتحاليل المخبرية، حتى تكون الأعراض متقطعة. هناك أسباب أقل شيوع للألم البطني: حيث يراجع المريض بشكل متكرر بنفس الشكاية دون أن يكون مشخص بشكل جيد بسبب الموجودات السريرية القليلة أو غير الواضحة، أو يكون المريض مخبطا مناعيا. أسباب أقل شيوع للألم البطني: الشقيقة البطنية، البورفيريا الكبدية الحادة، الوثم الوعائي، متلازمة الحيز البطني، متلازمة انضغاط الشرايين المساريقية، الألم، آلام جدار البطن المزمنة، التهاب المعدي والأمعاء الأيوزيني، انسداد القولون الكاذب، التهاب الزائد الدودي، حمى البحر الأبيض المتوسط، ديدان الطفيليات، الحلق النطاقي، الطحال الجائل أو السائب، فرط الكالسيوم، فرط قصور الغدة الدرقية، تسمم بالرصاص، رتج ميكل، والعدد من الأسباب. أمثلة عن بعض الحالات: ألم في الربع البطني للألم البطني المزمن، ألم في الربع البطني العلوي التالي لاستئصال المرارة يحاكي ألم القولنج المراري، وقد يكون وظيفي، وقد يكون بسبب تشكل حصيات في القنوات الصفراوية أو ركود القنوات الصفراوية أو خلل في معصبة أودي. انسداد الأمعاء مزمن وجزئي يحدث عند بعض المرضى بعد الطعام، يتظاهر بألم وعدم ارتياح وغثيان ونفخة دون اضطراب في الشوارد والسوائل. هناك العديد من الأمراض تسبب ألم بطني متقطع يجب أن توضع بالحسبان، وغالبا ما تكون هناك قصة وراثية مثل حمى البحر الأبيض المتوسط والوثم العرقي الوراثي والبورفيريا المتقطعة الحادة. في البورفيريا المتقطعة الحادة تشخص بدون قصة عائلية.
حالات خاصة يراجع فيها المرضى لمسببات غير شائعة من هذه الحالات الألم الحوضي عند الإناث ومرضى الإيدز والمسنين. الإناث تراجع بشكوى أسفل البطن والذي يكون غالبا له مسببات عديدة كما في الجدول، أهم الحمل الحاجر، داء الحوض الالتهابي، انفتال المبيض. طبعا كل مرض له دلالاته، توضع الخاص. هاي بعض الأمثلة مثل تمزق المبيض، البطانة الرحمية المنتبذة، التهاب البطانة الرحم، التهاب بطانة الرحم المزمنة، الورم العضلي أملاس، تحريض جائع المبيض، سرطان المبيض، ألم الإباضة. حالات خاصة، لأن حالات خاصة للألم البطني لازم نفكر فيها أكثر من ما عند الشباب. المسنين دائما بيراجعونا بأعراض وعلامات أقل مما تكون عند الشباب، لذلك بيضيع التشخيص منها. المسنين لا تظهر عندهم ارتفاع حرارة أو اضطرابات بالقيم المخبرية. تكرير التشخيص للبطن الحادي متكرر جدا مرتبط بارتفاع الوفيات أكثر من مرضى الأصغر سنا، طبعا هذا عند الكبار السن. الشك السريع يجب أن يكون مرتفع عند هؤلاء المرضى المثبطين مناعيا، مرضى معالجين بمثبطات المناعة، مرضى الذين يعانون من مرض يثبط المناعة، مرضى الداء السكري، مرضى القصور الكلوي المزمن، والمسنين، حيث أن العلامة التقليدية التهاب البرتقان بتقل عندهم. مرضى الداء المنجلي يراجعون بألم بطني في الربع العلوي الأيمن، والذي سببه إصابة الكبد تكون إما من المرض أو المعالج بأدوية ذات سمية كبدية. مرض الإيدز المقارب التشخيصي لدى هؤلاء المرضى مشابهة لأي مريض آخر مع أخذ بالحسبان بتعداد CD4. يشمل تشخيص تفريغ المسببات الشائعة مثل الزائدة الدودية والتهاب الرتوج، كذلك نضع في أذهاننا الأخماج الانتهازية مثل الفيروس المضخم الخلايا والمفطورات، وكذلك الخباثات مثل ساركوما كابوزي لنفوما. وإذا كان هناك دليل على نقص المناعة الشديد CD4 أقل من 100 خلية على الميكروليتر، لذلك يجب أن يكون وجود حد أدنى للتقييم من تصوير شعاع أو زراعة أنسجة إن لزم الأمر. وصلنا لنهاية المحاضرة، هون الملخص. ملخص هاي المحاضرة: الألم البطني مشكلة شائعة عند معظم المرضى، لديهم مسببات سليمة أو محددة لذاتها. الهدف تقييم هو التقييم الأولي لهؤلاء المرضى إن كانوا يعانون من مسببات خطيرة لأعراضهم أو لا، والتي وقد تتطلب تدخلا عاجلا. تقييم الألم البطني يتضمن قصة مرضية لتحديد ما إذا كان الألم حادا أو مزمنا وتوصيف الألم وأعراضه المرتبطة به. يجب تقييم العلامات الحيوية، فحص البطن والأجهزة الأخرى. المرضى الذين يعانون من ألم البطن المزمن يجب أن يخضعوا لفحص سريري شامل. يجب تقييم المرضى الذين يعانون من علامات حيوية غير مستقرة أو علامات التهاب برتقان أو لديهم شك سريري بأسباب تهدد الحياة بشكل جيد، وحالتهم إلى قسم الطوارئ للتدخل فوري. يجب أيضا تقييم المرضى لديهم شك بالإنتانات التقييم الأولي، على سبيل المثال الحمى والإرقان والألم المراقع الأيمن. وغالبا ما يتطلب الأمر إحالة قسم الطوارئ لتقييم عاجل. يعتمد التشخيص التفريقي على الألم البطني على الموضع مع الأعراض المرافقة، وغالبا ما توجه إلى مزيد من الاستقصاءات والتدوير. المرضى الذين يعانون من ألم منتشر أو غير نوعي نبحث في أسباب الألم البطني المنتشر. الألم الحوضي عند الإناث نبحث في أسباب الألم البطني عند الإناث. الألم الحوضي عفوا. معظم الشكايات الألم البطني المزمن أسبابها وظيفية مثل عسر الهضم ولازمة الأمعاء الهيجية، لكن يجب تقييمها إذا كان سبب عضوي والبحث عن أسباب بشكل دقيق عند المتقدمين بالعمر. وهيك بكون وصلنا لنهاية المحاضرة. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم.